السبت 17 من نوفمبر لعام 2018. برج الحمل، مهنياً تعيش خيبة أمل يسببها أعز أصدقائك، تجعلك تشعر بالإحباط وبعدم الثقة بأحد. أعطي الأولوية للاهتمام بصحتك وأسرتك وعملك دون الالتفات لعلاقاتك الاجتماعية. عاطفياً، الشريك أو الحبيب سوف يغير طريقة حياتك ويجعلك تبتعد عن حياة اللامبالاة والضياع التي تعيشها هذا اليوم. برج الثور، مهنياً تخوض تجربة مختلفة وتجد أن سبل النجاح مفتوحة أمامك، ولكن عليك التركيز والمثابرة والحذر من أحد الأقرباء. عاطفياً، تحتاج اليوم للصبر في التعامل مع الشريك أو الحبيب، قف بجانبه وساعده لأنه يمر بظروف صعبة ويحتاج إليك. برج الجوزاء، مهنياً تكون بحاجة لمن يقف بجانبك ويساعدك بأمر ما، ولكن للأسف لا تجد إلا الوعود الوهمية والكاذبة من الأصدقاء. اعتمد على نفسك. عاطفياً، لا تكن متشدداً هذا اليوم في معالجة أمر طارئ يتعلق بمستقبلك العاطفي، وامسك العصا من المنتصف. برج السرطان، مهنياً تستلم عملاً صعباً وهماً فتنجح فيه نجاحاً يدعو للإعجاب من الجميع وتنال عليه التقدير والثناء وتجني بعض الفائدة المالية. عاطفياً، العازب، عدم الوضوح في علاقتك مع الحبيب وترك الزمن يقرر وصولها إلى الارتباط سوف يؤدي لفشلها. المتزوج، كن حذراً من أمر يجعلك تنشغل عن الأسرة وتقصر في مسؤولياتك وواجباتك نحوها. برج الأسد، مهنياً حاول تحطيم الحواجز دون القفز فوق الواقع كي تصل إلى طموحك، لأن هذا اليوم غني بالأحداث الهامة التي تضعك على طريق النجاح. عاطفياً، لا تستغل طيبة قلبي وسذاجة الشريك أو الحبيب وإيمانه بأنك قدوة له، وأعطه حقه من الحب والمساندة. برج العذراء، مهنياً تقف حائراً أمام مشكلة عملية عابرة تواجهك وتجد الدعم والمساعدة من أحد الأصدقاء القدامى فتعرف كيف تواجهها بكل قوة. عاطفياً، تعيش العلاقة العاطفية الناجحة والصادقة والتي تجعلك متفائلاً وتلهمك الإبداع في موهبة تتميز بها. برج الميزان، مهنياً تواجه أمراً يحدد مدى قدراتك وقوة شخصيتك، كن واقعياً وعقلانياً ومتفهماً لما يجري حولك حتى تنجح في التعامل معه. عاطفياً، تعيش وهم الحب الخالد وتنسى أن الإنسان يتغير في كل لحظة، وربما تجد أن الحبيب أو الشريك هذا اليوم مزاجي ومتقلب ويحتاج للاستقلالية. برج العقرب، من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنان محمد عتريس، والفنان ناصر سيف، والفنانة نجوى سالم، والفنانة نسرين إمام، والفنانة عفاف مصطفى، والفنانة وفاء الحكيم، والفنانة نادية زغلول، والفنانة فردوس حسن، والفنانة تغريد البشبيشي. مهنياً، تكتشف مواطن القوة والضعف في نفسك وتسخرها لتفادي الأخطاء والسلبيات التي قد تمر بها لتنفيذ المشاريع التي خططت لها. عاطفياً، العازب، لا تقف على الأطلال وتبكي حباً ضائعاً فالحبيب ضعيف الإرادة ولا يستحق التضحية. المتزوج، الروتين وعدم التجديد في الحب يؤدي لفتور العلاقة العاطفية مع الشريك. برج القوس، مهنياً، الحظ يرافقك كيفما اتجهت والسعد يواكبك ويتقدمك لينير طريق النجاح، كل ذلك بفضل استقامتك وصدقك وجهدك. عاطفياً، تغير نظرتك للحب ومفاهيمه وتقرر وضع قلبك في قفص حديدي وتعيش بعيداً عن أصدقائك، تفاءل لأن الحب الحقيقي ينتظرك. برج الجدي، مهنياً، يبتسم الحظ وتتاح لك فرصة لتحسين وضعك المهني والمادي وتستغلها بذكاء وتحقق حلماً عملت من أجله طويلاً. عاطفياً، تفشل بعلاقتك العاطفية نتيجة خيانة الحبيب وعدم قدرتك على الاحتفاظ بها، أما علاقتك مع الشريك فتحتاج إلى إعادة نظر كي تحافظ على نقائها.
برج الدلو مهنياً تعيش فترة من اللامبالاة وعدم المسؤولية وتترك كل الأمور للظروف دون التأثير بها، وهذا لن يفيدك بشيء. أين قوتك وطموحك؟ عاطفياً يجرح الحبيب أو الشريك قلبك دون سبب أو ذنب ارتكبته، وتتجنب جميع الأصدقاء وتجلس مع نفسك لتعيد حساباتك. برج الحوت مهنياً تبدأ الأزمة المالية التي تمر بها بالاختفاء ببطء وبالتدريج، وهذا ينقلك من حالة الإحباط إلى النشاط والثقة بالنفس لتبدأ بتحقيق طموح جديد. عاطفياً تكون مقصراً في كثير من الواجبات التي تحتاج إلى وقت غير متوفر لديك، حاول تلافي التقصير حتى لا ينعكس ذلك على نجاح الأسرة أو على علاقتك مع الحبيب.